يوم بعد آخر ونحن نتابع حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية في مدينة تعز، تظهر أمامنا حقائق جديدة ووقائع صادمة تشير أن استخدام العنف كان مفرطاً وأن التدمير تم التخطيط له مسبقاً. عرفت مدينة تعز أنها بمثابة الدينامو المحرك لليمن علمياً وفكرياً وثقافياً وتعليمياً، وهذه المفردة بالتحديد جعلت ميليشيا الإنقلاب تدرك أن المرور إليها ليس بالأمر السهل، وشرعت بتبني سياسة التعطيل الممنهج لعجلة الحياة وشل حركة المؤسسات والإدارات العاملة، وحولتها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تخزين لأسلحتها، وتسببت بشكل مباشر في تدميرها وتجريدها من هويتها. محافظة تعز هي المحافظة الحية، المحافظة المتحركة، محافظة الثورة، هي التي قامت بالثورة، هي التي بدأت بثورة 11 فبراير، وهي التي أيضا تقاوم وبدأت في مقاومة هذه الحملة أو هذا الانقلاب. ومعروف أن أبناء تعز منتشرين في كل المحافظات. إذا أخمدنا تعز، إذا أسكتنا تعز، إذا تم القضاء على تعز، معناته قضينا على كل الأصوات في محافظات الجمهورية كاملة. كان تركيزه الأكبر على محافظة تعز وبالتالي على المؤسسات التعليمية لتخريب شيء اسمه ثقافة، اسمه تعليم في محافظة تعز، لتعود تعز قرية لا أن تكون عاصمة للثقافة. كما سميتم أنتم البرنامج، برنامج الميليشيات مرت من هنا، الضرر واضح على كل مؤسسات الدولة والمؤسسات التعليمية بالذات التي مرت منها هذه الكتائب. طبعا كل تدمير، كل ما هو لصالح الناس، لصالح طمس الهوية التعليمية، طمس الثقافة داخل المحافظة. المعهد الفني والصناعي بتعز أكبر قلعة تعليمية مهنية في المدينة، يقع إدارياً على شارع المرور ويطل على الخط الرابط بين الجامعة ووسط المدينة، لذا كان أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لميليشيا الإنقلاب، واستماتت بالسيطرة على مبانيه من البداية كهدف رئيسي أول. أحد الرموز أو المعالم أو الصروح الشامخة التي يحتويها تعز في التعليم الفني، أقدم معهد في التعليم الفني هو معهد الحصب. هذا المعهد طبعا كل منتجاته موجود في كل المصانع، في الورش، في المعامل، في الشركات، في كل مناحي الحياة. المعهد هذا منتجاته ومخرجاته وأثره موجود في كل أرجاء تعز وفي كل أرجاء الجمهورية. كان هذا المعهد عبارة عن شعلة من النشاط، شعلة من الحيوية. كان العمل اللي استمر فيه من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء، طلاب ذاهبين رايحين متعطشين للعلم. كان عبارة عن خط أمامي، خط دفاعي للثكنة الأخرى لهم في جامعة تعز، لحماية المؤخرة في جامعة تعز وما حولها من التباب المجاورة المطلة على مدينة تعز، ليصل لهم ضرب وقنص كل أبناء تعز من جميع الجهات، وهي عبارة عن عملية حصار وخنق
للمدينة من جميع الاتجاهات، وأيضا لحماية القرناصين المنتشرين والمتمركزين في معظم العمارات المحيطة بالتعليم الفني. ميليشيات الحوثية تتخذ باستمرار المنشآت التعليمية ثكنات عسكرية لها، وهذا يدل دلالة واضحة على أنهم يسعون إلى تدمير كل المؤسسات التعليمية بطريقة مدروسة ومنظمة، في تعز دخلوا كل المؤسسات التعليمية ولم تسلم حتى المدارس التي ربما ليس لها أثر استراتيجي كبير، لكنهم يحاولون أن الدخول إلى هذه المناطق من أجل أن يأتي الطيران ويضرب هذه المناطق وتتدمر أو بفعل المواجهات التي تحصل. فهذا تخطيط أعتقد أنه مدروس بعناية من قبل هذه الميليشيات من أجل تدمير التعليم والقضاء عليه، وهذا ما حصل فعلا في محافظة تعز. هدف آخر ذهبت إليه ميليشيا الإنقلاب كان بمثابة الهدف الأهم، فالمعهد يضم في إطاره قرابة 12,000 طالب من مختلف محافظات الجمهورية، وتواجدهم سيشكل بؤرة خوف عليها، لذلك كان التخلص منهم ضرورة قصوى. وبالفعل استطاعت إغلاق المعهد وتعطلت العملية التعليمية بشكل كلي. تم توقيف العملية التعليمية والسيطرة على مبنى التعليم الفني وعدم استغلاله واستغلال الأمثال. لم يعد هناك أدنى مقومة لعملية تعليمية داخل المعهد. تعطلت العملية التعليمية نهائيا. المعهد التقني الصناعي الحصيب الذي كان قلعة من قلاع التعليم المهني والتقني، لكنه أصبح أثرا بعد عين كما تشاهدون. تشرد الطلاب بعد الدمار الذي حصل للمعهد نتيجة الحرب الظالمة التي تشنها الميليشيات على محافظة تعز. كان في هذا المعهد كل عام يتزاحم الطلبة في بداية كل عام من أجل حصولهم على فرصة للالتحاق بإحدى التخصصات الموجودة في هذا المعهد البالغة تقريبا 17 تخصص، منها المهني ومنها التقني. المهني بعد شهادة التعليم الأساسي، والتقني بعد شهادة الثانوية العامة أو الثانوية المهنية. استفادت الميليشيا أثناء تواجدها في المعهد من المعدات والآلات والتجهيزات المتوفرة في 17 قسماً، وحولته إلى ورشة لإصلاح آلياتها ومعداتها الحربية، إضافة للاستفادة من المركبات والمحاليل المخصصة للأقسام العلمية، وسعت من خلاله لتصنيع المقذوفات النارية والمتفجرات اليدوية، وصوبتها إلى صدور أبناء المدينة، لا سيما بعد أن اشتد الحصار عليها داخل المعهد والمناطق المحيطة به. كانوا يتخذون المعهد ربما كمركز للتصنيع. أنا أعتقد يعني أنه لماذا؟ لأن هذا المعهد يعتبر كمصنع بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كان يحوي على كثير من التخصصات في معظم يستطيعون كانوا الطلبة اختراع حتى بعض الأشياء التي رفعت سمعة اليمن وسمعة هذا المعهد وغيرها من المعاهد أيضا في محافظة تعز، لأن المعهد فيه العديد من التخصصات مثل الخراطة واللحام والتمديدات كل التخصصات. أعتقد لو كان موجود متخصص من قبل الميليشيات ربما يقومون حتى بإصلاح الآلات العسكرية اللي كانت موجودة معهم من مدرعات من دبابات من معدلات، لأنه كل وسائل التصنيع كانت موجودة أو إصلاح حتى هذه الأسلحة. وأعتقد أنه كانوا يقومون بهذا الشيء يعني في هذا المعهد بالتحديد، لأنهم ظلوا لفترة طويلة هنا، وكانوا أيضا
بحكم موقع المعهد في 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 الطريق المؤدي إلى الجامعة، كان أيضا هذا إحدى الأسباب أعتقد أنها لتواجدهم، وأيضا بدرجة أساسية للقضاء على التعليم، يعني على العملية التعليمية لإيقاف العملية التعليمية برمتها. شكل تواجد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في المعهد هاجس خوف وقتل لأبناء المدينة، لكن عناصرها تحصنت في مبانيه وحالت دون الوصول إليهم، ما جعلته عرضة للقصف الجوي من قبل طيران التحالف العربي. كانت ردة الفعل التدمير والسلب والنهب الممنهج لكافة التجهيزات والمعدات والآلات التي لا تقدر بثمن. تم قص المعهد بصاروخ في ورشة اللحام وما حول جامع السنة، ثم بعد ذلك تم كسر السور، سور المعهد أيضا بفعل الصاروخ كسر السور، الأمر الذي سهل عملية دخول المتسللين لسرق ونهب ممتلكات المعهد بمختلف التجهيزات. سرقت تجهيزات بمليارات الدولارات من القسم المعماري، فيه كان أجهزة البلايستيشن والليفل ما يقارب قيمة الجهاز الواحد ما لا يقل عن 5 مليون ريال، وبالتالي نهبت هذه التجهيزات ولم تخرج من سوق السوق المحلية إلى حد الآن، ولم تخرج، لم تباع ولم تخرج خارج المدينة، ولكنها باقية، وهناك صورة عملية النهب وعملية السرقة بمختلف الأقسام موثقة. بنية التحتية قد تعادل كلفة بناء 50 مدرسة نمطية تابعة التربية والتعليم. صعب تجهيز المعهد هذا، وهم عارفين قيمة المعهد هذا وعارفين إمكانية المعهد هذا، ودخلوا على أساس يجعلوه مرتع للسرق والنهب، وأصبح المعهد واقع يرثى له. المكتبات التي كانت عندنا كانت مكتبة ضخمة في المعهد التجاري، ومكتبة ضخمة لا زالت كانت في المعهد الصناعي. اليوم المكاتب كلها نهبت، كتبها تباع في الأسواق ولا أحد يحرك ساكنا، وهذه الكتب قيمة معظمها تخصصية صناعية، قيمة الكتاب الواحد لا يقل عن 15 ألف ريال، وهذه الكتب الآن تباع بمئات الريالات في الأسواق، لأن أحدا لا أحد يعرف قيمتها، وبالتالي هي مرمية في الشوارع ولا أحد يتابعها ولا أحد يتقصى من السارق، من الذي باع، من الذي نقل هذه الكتب لهذه الأماكن. هذه المكتبات أفرغت من محتوياتها، ومن الصعب بل من المستحيل أن تعاد مثل هذه المكتبات إلى هذه المعاهد. الحوثي طبعا هو الذي جعل من المعهد كلام مباح، يعني هو الذي أعطى أنه أوقفوا ضد التعليم، وهو اللي شرع للناس من الداخل أو من الخارج، هم الذي يدخلوا إلى هذه المؤسسات ويقضوا على العملية التعليمية، فهم السبب الرئيسي. والآن موجود في كثير من المدارس، كل المدارس كل المسموح يدخل المعاهد على أساس يدمروا المؤسسة هذه ويحاربوا العملية التعليمية، لأنه عارفين أنه رصيد تعز ورصيد أبناء تعز هو التعليم. بتلك الآلية وبهذا المنظور تركت الميليشيا الإنقلابية المعهد الفني التقني والصناعي بتعز، ونسفت تاريخه الحافل والممتد إلى النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي. هذه لولا جمهورية الصين التي قدمت لهذا الوطن الكثير والكثير من التجهيزات وبنت هذا المعهد، لما كان هناك شيء اسمه التعليم الفني. التعليم الفني عنده كان تجهيزات، ولكنها تجهيزات قديمة أيضا، في تجهيزات عندنا بعض التخصصات فيها تجهيزات قديمة، ما حدث من تحديث للتجهيزات فهو قليل، لكن التجهيزات معظمها لا زالت حتى اليوم تجهيزات عملاقة وعظيمة من جمهورية الصين، لا زالت تعمل حتى اليوم من السبعينيات، حتى اليوم لازلنا نطورها نحن
نطورها نحن بفعل تقدم الزمن، تطور الصناعة، تقدم سوق العمل. سوق العمل لم يعد يتطلب من التجهيزات القديمة، ولكن نحاول قدر المستطاع أن نكيف التجهيزات القديمة لتواكب سوق العمل ولتواكب التحديث الصناعي في سوق العمل الداخلي والخارجي. ميزة التعليم الفني أن الطالب هذا يخرج لا يشكل عبء على الحكومة، يعني يخرج ممتهن معه مهنة سوق العمل بأمس الحاجة إليه، سواء سوق العمل الداخلي أو سوق العمل الخارجي. إلا أنه غلق المعاهد، تدمير المعاهد هذه أضافت بطالة فوق البطالة. يعني يتخيل إلى ما قبل الأحداث والخدمة المدنية داخلها 15,000 طالب توظيف، لما تجي أنت 3 سنوات كمان تغلق معاهد تقنية، أضفت بطالة فوق البطالة. فكان ميزة التعليم الفني أنه يخلق مهنيين في غنى عن التوظيف الحكومي. مليار ونصف المليار هي التكلفة الأولية للخراب والدمار اللذان تسببت بهما ميليشيا الإنقلاب عند مرورها في المعهد. والأعظم من ذلك هو تجفيف أهم مورد تشغيلي للسوق المحلية وتعطيل الطاقة البشرية الفاعلة في المحافظة. أكثر من 18 تخصص داخل المعهد، كل هذه التخصصات تضررت تضرر كلي، إن لم يكن في أغلبها يعني امتسحت من الاسم، يعني كم تخصص. التجهيزات داخل المعهد يعني أصبحت منعدمة والموجود شبه تالف بسبب ما حصل من نهب أو من سطو أو من كذا للتجهيزات داخل المعهد. التكلفة الإجمالية يمكن لا تقدر، يعني على أقل تقدير، على أقل تقدير كما يقول المهندسون، لا تقل عن مليار ومئتين مليون. والآن المعهد بحاجة إلى يمكن ضعف المبلغ لإعادة التجهيز، ويمكن أكثر، لأن المباني خلاص انتهت، المباني انتهت، التجهيزات لم تعد هناك تجهيزات مطلقا. معظم التجهيزات الموجودة عبارة عن كهنة، أجزاء متهالكة لا تصلح للعملية التعليمية ولا تفي بأي مقومة العملية التعليمية، لأنها إما منهوبة وإما مكسرة وإما ذهبت بفعل الرياح والمطر مثل ورشة الخراطة. والله المعهد يحتاج الكثير والكثير لعودته إلى العمل، والموضوع هذا أعتقد أنه يحتاج إلى مليارات من الريالات، ويحتاج إلى دعم كبير من أشقائنا، في سواء العرب أو الألمان أو الصينيين، لأن الموضوع هذا يحتاج إلى مبالغ كبيرة، وبالتالي الموضوع فيه نوع من الصعوبة ويحتاج أيضا إلى وقت طويل. لكن نحن نقول لو أن هناك توجه فعلي للحكومة لدعم بعض الأقسام ولو حتى بالحد الأدنى، نحن في الوقت الحالي لا نطالب بالكثير، لأن الموضوع يحتاج إلى مبلغ كبير وجهد كبير أيضا ووقت طويل. لكن أعتقد أنه الحل المنطقي أنه يكون هناك بدائل ولو حتى بالحد الأدنى، حتى يستطيع الطلبة إكمال ما تبقى عليهم من مقررات دراسية وتطبيق ولو بالحد الأدنى، لأنه هذا واقعنا ولازم نعيش مع الواقع اللي نعيشه أمامنا. وإن شاء الله الحكومة بدرجة أساسية هي معنية بهذا الأمر. منظومة متكاملة من السياسات التدميرية مارستها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية في تعز ستظل تبعاتها ومعاناتها تروي للأجيال أن تلك الميليشيا مرت من هنا.